بعد فشل جلسة الأحد مهدي البرلمان يعيد إدراج ذات القوانين الأربعة في جلسة اليوم، بالتالي مهدي هل من معطيات على تمريرها اليوم؟ الجميع ينتظر أن تتوقع. نعم، دعاء جلسة اليوم هي جلسة مضخمة بين القوانين الكثيرة والقوانين الجدلية، هنالك نية سياسية على أن يتم تمريرها في سلة واحدة، خاصة قانون إعادة العقارات لأصحابها من مجلس قيادة الثورة المنحل، وأيضا التصويت على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بمادتين الثانية عشرة، والتصويت على قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، وكذلك أيضا التصويت على قانون هيئة التقاعد أو التصويت على قانون لهيئة الحشد الشعبي، وايضا استكمال القراءه الاولى لمشروع قانون الحمايه الفكريه، فبالتالي هذه القوانين رميت في سله واحده من اجل التصويت عليها. هنالك من يتحدث ان هنالك اشبه يعني اتفاق سياسي على تمرير هذه القوانين رغم الجدليه الكبيره التي يعني تلف حول هذه القوانين، خاصه وان هنالك تعارض في الجلستين او في الجلسه يوم الاحد بين عرب الكرد وبين عرب كركوك وبين التركمان وبين الكرد حول يعني إعادة العقارات لأصحاب هذا القانون في إشكالية كبيرة وهو ما عطل جلسة مجلس النواب، إضافة دعاء هنالك جدلية أيضا على قانون العفو العام، قانون العفو العام لحد هذه اللحظة لم ينظر، هنالك يعني نواب من داخل اللجنة القانونية تحدث يوم أمس في إحدى جلسات التلفزة وقالوا أن المادة الثانية من القانون ربما الصيغة من هو الإرهابي لم نعرف لحد هذه اللحظة، وهنالك اجتماعات مكوكية دارت بين الجهات المعنية بذلك حول تنضيج هذا القانون. لحد هذه اللحظة لم ينضج وفق الساعات الأخيرة، أي بمعنى كيف يتم التصويت على هذا القانون وهو لم ينضج قانونيا، فبالتالي هنالك جدلية حول هذا القانون، إضافة على قانون الأحوال الشخصية هنالك معارضة كبيرة من داخل مجلس النواب ومن خارجه حول قانون الأحوال الشخصية، وهنالك يعني إبهام كبير، عدم معرفة ما هي المادتين وما تحتوي المادة الثانية والمادة العاشرة، ربما قد تنتهي هذه الجلسة قد يكون على خطى جلسة يوم الأحد، هذا ما يتحدث به نواب، هنالك من يرى أن هنالك اتفاق سياسي جرى داخل مجلس النواب من أجل تمرير هذه القوانين ضمن السنة الواحدة. طيب مهدي، يعني ذكرت أن هناك نعم الكثير من الجدل حول القوانين وهو أمر لا يخفى على أحد، بالتالي هل توجد مقاطعة من بعض الكتل السياسية لجلسة اليوم؟ ومن هم المقاطعون إن وجدوا؟ نعم دعاء، لم ترسم ملامح لوحة اليوم، ربما قد تكون لحد هذه اللحظة مبهمة، يعني هنالك نحن نعرف أن هنالك معارضة شديدة على قانون الأحوال الشخصية، وهنالك أيضا معارضة من عرب كركوك على قانون إعادة العقارات لأصحابها، وهنالك أيضا يعني شبه عدم رضا من قبل القوى السياسية وبالتحديد السنية على قانون العفو العام، كونه لم يعرف المادة الثانية منهم المنتمين للتنظيمات الإرهابية الذين دخلوا ضمن السجلات وهم لم يرتكبوا أي جريمة، فبالتالي هنالك عدم اتفاق حول تنضيج هذه المادة، خاصة وأن القوى السياسية السنية عندما شكلت هذه الحكومة كانت المادة المنصوصة وفق الاتفاق السياسي السني هو تعديل المادة الثانية، المادة الثانية التي تخص من هو المعني بالإرهاب ومن هم المنتمي، هنالك ما يقرب من 23 ألف سجين داخل السجون العراقية هم لم يعرفوا الصيغة القانونية من هم المنتمين للإرهاب، فبالتالي هذه المادة الثانية لم تنضج لحد هذه اللحظة، حتى سويعات عقد هذه الجلسة هذه المادة لحد هذه اللحظة لم يتم الاتفاق عليها وفق المصادر البرلمانية. طيب مهدي، الإطار التنسيقي حدد الخميس المقبل موعدا نهائيا لاختيار رئيس جديد للبرلمان، بالتالي مهدي هل من توافق سني على شخصية واحدة بحسب المعلومات المتوفرة لديك؟ يعني هذا الإطار التنسيقي أو بيان الإطار التنسيقي أو معلومة الإطار التنسيقي التي طرحت على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على شاشات التلفزة يعني هي مجرد معلومة طرحت، ولكن لم يعني هذه المعلومه توثق رسميا ضمن جدول اعمال مجلس النواب، ربما هنالك اقاويل يعني صرحت على ان يكون هنالك جلسه في يوم الاحد لانتخاب رئيس مجلس النواب، خاصه وان القوى السياسيه السنيه تتهم الاطار التنسيقي هو من يعرقل جلسه انتخاب رئيس مجلس النواب، الكثير من القوانين عطلت، الكثير من القوانين ربما تاخرت، وحتى الاتفاقات السياسيه لم تكن ضمن كفتين توازيتين لتمريرها، وبالتالي هنالك اتهام من قبل السيادة وعازم حسم، ليس اتهاما بل هو تشخيص على الإطار التنسيقي أو ائتلاف إدارة الدولة لم يكن ذات يعني
ذات قوة أو ربما ذات همة لتمرير هذا القانون، كونه عطل الكثير من المرات لانتخاب جلسة مجلس انتخاب مجلس النواب. فبالتالي قوة سياسية سنية وبالتحديد تحالف التقدم يرى أن محمود المشهداني غير راضي عليه، لأنه ربما يفتقر للتوازنات السياسية، فبالتالي ربما قد تعاد الخارطة ولن يتم انتخاب رئيس مجلس النواب. نعم، إذن مراسلنا من بغداد مهدي غريب، شكرا جزيلا لك.